أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج أوقات. هنبدأ الفقرة الأولى النهاردة بكلام تم تداوله على صفحات السوشيال ميديا. الحقيقة الكلام بيحمل فهم خاطئ ومغلوط لفتوى صدرت عن دار الإفتاء المصرية بتتعلق بزواج المحلل. للأسف بعض الصفحات استغلت يعني هذه المفهومات الخاطئة وهذا الفهم الخاطئ للفتوى للتشهير والإساءة والتشكيك في مصداقية الأزهر الشريف، رغم أنه الفقرة يعني كانت واضحة جدا والفتوى كانت واضحة جدا. الفتوى كانت بتتحدث عن جواز زواج المحلل دون اتفاق أو شروط سابقة مع الزوجين الأصليين. أظن الفتوى واضحة جدا. الفهم المغلوط للفتوى تسبب في حالة من الرفض والجدل في داخل لجنة الفتوى في الأزهر الشريف. تسببت هذه المفهوم تسبب هذا المفهوم المغلوط لهذه الفتوى انه ظهر صفحات مرتزقة تروج لهذا الفهم الخاطئ وتدشن صفحات يعني الحصول على اموال للاسف عن طريق عرض زوج تحت الطلب زي الفيلم بتاع عادل امام كده، عرض زواج سري، زواج لا يعلمه احد، زواج فيه سريه تامه. ظهرت صفحات غريبه جدا بترتزق، وللاسف كان لازم نبحث في هذا الموضوع ونتواصل مع اهل العلم عشان نفهم القصه عامله ازاي. معانا دلوقتي الشيخ اشرف عبد الجواد من علماء وزاره الاوقاف، معانا دلوقتي على الهواء عشان نحاول نفهم منه ونحاول نصحح هذا المفهوم. السلام عليكم يا فندم فضيلة عليكم الشيخ. السلام ورحمة الله، أهلا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، أهلا وسهلا. إيه رأي حضرتك يا رب. في الفهم المغلوط المثار حاليا وللأسف في ناس بتصدقه وبتمشي وراه؟ والله يا فندم ده مش رأيي أنا، ده رأي الشرع. أيوة فندم، ده رأي الشرع وليس رأيي أنا. الفتوى يا فندم يعني واضح إن في ناس خرجتها من أساسها واستغلتها، ورغم إنه ده شيء يعني يتعلق باستقرار الأسر ويتعلق بحياة مستقرة وأولاد. نعم. فيعني يا ريت حضرتك تشرح لهم باختصار كده الفتوى بالظبط زي ما صدرت من دار الإفتاء. طيب بصي الأول، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أنا بشكر حضرتك وبرنامجك المحترم على يعني إثارة هذا الموضوع حتى يعني نبين للناس المفهوم الصحيح. أول حاجة عايزين نقول للناس، نظم الشرع الحنيف أمور الزواج والطلاق حفاظا على الأعراض وحرصا على تكوين الأسرة المسلمة المستقرة ولعدم اختلاط الأنساب. تمام؟ تمام. المرأة المطلقة طلاقا ثلاثا، طبعا الطلقة الأولى، الطلقة الثانية، الطلقة الثالثة لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. تمام كده؟ وهذا نص كتاب الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآية اللي بعديها عشان ما أطولش على حضرتك والسادة المستمعين، قال الله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. خلاص كده تمام؟ فإن طلقها يعني الزوج الثاني، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. تمام حضرتك؟ تمام يا فندم، تمام. طيب احنا عايزين نوضح بس بعض الأمور. اللي بيحصل للأسف الشديد، زوج يطلق زوجته الطلقة الثالثة فأبانت منه بينونة كبرى، فبنص الآية القرآنية لا ترجع له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فاللي بيحصل إيه؟ بعض الناس الزوج أو الزوجة يجيب حد يتفق معاه على العقد ويعقد عليها دون الدخول بها، وهذا هو الحرام وهذا هو الباطل. ده الحرام وده الباطل، خدت بال حضرتك؟ ايوه فندم. ده بيسمى في الفقه نكاح التحليل. ايوه. هو ان ينكحها من اجل ان يحللها لزوجها الاول، وده حرام وباطل.
عشان ترجع المرأة لزوجها الأول في ثلاث شروط، في أيوة ثلاث شروط تمام. أيوة فهمت الثلاث شروط اللي هم إيه؟ أول شرط أن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا أركان العقد الصحيح تمام. يعني لو عقد بدون شهود ما ينفعش، يبقى نكاح باطل، وما بني على باطل فهو باطل. لو نكاح بنية المتعة يبقى إذا لابد وأن يكون نكاحا صحيحا مستوفيا لجميع شروط الأركان، لجميع شروط الزواج الصحيح. يبقى لازم الشرط الأركان الثاني كلها تبقى موجودة يا فندم. دي بالظبط، نمرة واحد. الشرط نمرة الثاني، اتنين. الشرط الثاني حضرتك أيوة أن يدخل بها الزوج الآخر. يبقى الزوج الآخر ده أن يدخل بها في نكاح رغبة في المرأة قاصدا دوام العشرة، اه وده يعني الأمر الزواج المهم. المدة والزواج المحدود. بالظبط، اه زواج المدة، زواج المتعة، أيوة يشترط إن هو يعقد عليها دون الدخول بها، هذا حرام. تمام كده؟ طب لو نيته يا فضيلة الشيخ ان هو يصلح بينهم، يعني نية المحلل ما ده هو ده داخل. بقى، ده حضرتك انا لما رجعت للفتوى اللي اصدرتها دار الافتاء المصريه، ده كان هي دي الصوره اللي اجازتها دار الافتاء، اللي هي ايه؟ قالت كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراط، وبدون اشتراط في العقد. دي الصوره اللي اجازتها دار الافتاء، اني انا مثلا يعني في ناس انا شايفهم اصدقائي او جيراني او كذا او كذا، فانا من نفسي اتطوع ونيتي لا يعلمها الا الله عز وجل. ونعم تمام، بالله. وهذا الامر برضو يعني عفوا في نظر، يعني هذا الامر فيه ايه؟ بس نظر، لان جائز يا كان في فضيلة الشيخ، يعني نعم جائز بناء على الفتوى دي دي الأخيرة. بالضبط دي الصوره اللي اجازتها دار الافتاء. أيوه لكن دار الافتاء لم تجز الامر على عواهنه وعلى الاطلاق، لا، تمام هي الصوره اللي اجازتها دار الافتاء قالت كأن يتطوع شخص من نفسه وبدون اشتراط في العقد، واخد بال حضرتك، تمام يا فندم. ويتزوج المطلقة ثلاثا ليطلقها لتحل لزوجها الأول، فهذه الصورة جائزة. يعني بس هذا الجديد هو في الذي الفتوى بس انه ممكن المحلل المتطوع ده هو نيته بينه وبين ربنا انه داخل عشان يصلح، ولكن مع اتمام جميع اركان الزواج. تمام كده مفهوم؟ طب يا فندم، يعني احنا تمام. دلوقتي يعني في الفترة الأخيرة للأسف الأزهر بيتعرض لنوبات من يعني التشهير والإساءة المتعمدة، تقول إيه حضرتك للناس المشككة أو اللي بتتعمد الترويج المغلوط لمثل هذه الفتاوى اللي هي محطوطة أصلا للمحافظة على المجتمع والمجتمع والأسرة؟ حضرتك توجه لهم طيب رسالة يا ريت يعني. انا حاضر، بس تسمحي لي الاول نوضح عشان بس تبقى المعلومه كلها واضحه. تمام، اتفضل. قلنا الشرط الثاني ان يدخل بها للزوج الاخر، واخد بال حضرتك. أي في هذا الامر جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه السلام وسلم فقال يا رسول الله تكون ماذا تقول في الرجل تكون له المرأة فيطلقها فيتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها، أترجع إلى زوجها الأول؟ فحضرة النبي قال له إيه؟ لا، حتى يذوق العسيلة. ونوضح هنا طيب يعني كلمة العسيلة، كلمة العسيلة عفوا، في رواية الإمام أحمد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال العسيلة هي الجماع. إذا لابد أن يدخل بهذه الزوجة دخولا صحيحا، طب لو دخولا المتطوع ده يا صحيحا. فضيلة الشيخ اللي هو داخل بنية ان هو يصلح بينهم نعم واسقط ركن من هذه الاركان الجواز بقى بنيته هو بينه وبين ربنا، والله يعني هذه النية يحاسب عليها ربنا سبحانه بس وتعالى، يجوز ان هو لكن يعني لا، ما هو ما هو ما أنا بقول لحضرتك الصورة اللي دي هي الصورة فقط اللي أجازتها دار الإفتاء، هذه هي الصورة فقط ان هو التي يبقى أجازتها دار نيته الإفتاء. الاصلاح حتى ان بالضبط لم يدخل بالضبط، بها يعني. لا بد من الدخول. لا، احنا قلنا حضرتك في ثلاث شروط، الشرط الاول ان يكون زواجا صحيحا، الشرط الثاني لابد من الدخول حتى وان كان هو نيته الاصلاح، لابد من الدخول، واخد بال حضرتك، لان نص الحديث اهو صريح، واضح نص حضرة النبي الحديث. قال أي لا أي حتى تذوق العسيلة، وعند الامام احمد في روايته العسيلة هي الايه؟ الجماع. بنشكر تمام، حضرتك جدا فضيلة الشيخ أشرف عبد الجواد على هذا الإيضاح. كل علماء وزارة الألقاف نشكرهم، لأنه فعلا احنا في مرحلة محتاجين ان انتوا تكلموا الناس وتتواصلوا مع الناس. يبقى احنا دلوقتي الأركان يجب ان تكون تامة بما فيها الدخول بالزوجة وفقا لكلام الفتوى نفسها بتاعت دار الإفتاء، ووفقا لكلام الأستاذ أشرف عبد الجواد من علماء الأزهر.
هيبقى عندنا شق قانوني، يعني الشق الديني انه لا يجوز ان احنا ندخل من الاول بشروط او بمده او بركن ناقص. هيفضل عندنا الشق القانوني، لانه بعض الصفحات زي ما قلنا بدات يبقى شغلانتها ان هي تعرض زوج للطلب، بدات انها تعمل عقود. انا مش عارفه العقود دي شرعا، عرفنا راي الشرع، هل قانونا هذه العقود قانونا ممكن تبقى عقود صحيحه وصالحه؟ عشان كده هنسال القانونيين. معانا دلوقتي مداخله من الاستاذ ايمن محفوظ المحامي. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم، بمس على حضرتك وعلى كل فريق اعداد البرنامج وعلى قناه الصحه والجمال، القناه العظيمه الجميله، انا بحب اكون دايما موجود فيها. اهلا بيك، اهلا وسهلا. راي حضرتك ايه في الصفحات اللي بتتاجر بحياه الناس وتبدا يعني تخلي الموضوع سبوبه زي ما بيقولوا، وتنشر هذه المفاهيم الخاطئه عشان بعد كده تستثمر هذه المفاهيم ان هي تعرض للاسف زوج محلل بفلوس؟ ايه راي حضرتك؟ اولا انا بحيي حرص حضرتك على الدفاع عن المؤسسه الدينيه ومناقشة الفتوى بشكل موضوعي، فتوى دار الإفتاء التي أثارت بعض الجدل يعني في الفترة الأخيرة. هو طبعا كل المؤسسات الدينية لازم نوجه لها كل التحية والشكر، لأن هي بتحاول الفترة الأخيرة أولا تتواصل مع الناس بشكل مباشر، ثانيا يعني بتصدر فتاوى واضحة وصريحة علشان تشكل ضمان وأمن وسلامة للمجتمع. ده دور بقى القانونيين إن هم يبدأوا يعني الردع. يا فندم هو رأي الشرع واضح جدا والفتوى واضحة جدا، الردع بقى أنا آسفة. اولا يا فندم معلش هبدا برضو كلامي، لان احنا لاحظنا في الاونه الاخيره ان في بعض من التجرؤ على امور الزواج اللي نظمها الشرع والقانون. أيوة. بصوره منتهيه، وكمان التجرؤ على المؤسسه الدينيه، ولكن في محاوله البحث عن المحلل. أيوة. عشان ننفذ من هذا المحلل نوع من انواع السبوبه زي ما حضرتك قلتي، ولو تسمحي لي اقول لك ان التقرير دوت واللي كنت اتشرف ان احد الاعضاء اللي فيه اللي اظهر هذه الصفحات واعلنها للعلن، هو تقرير كان في بلدنا اليوم بتحقيق الصحفي علي عرفاء ورحاب الخولي. التحقيق ده بيقول ان في صفحات شخصيه لبعض الناس بشكل محاكي بتدعو الناس ان هي مستعده لقاء اجر مالي ان هي تكون تلعب دور المحلل. طب تعامل القانون مع الصفحات دي ايه يا فندم؟ يعني هنسيبها مفتوحه؟ أيوة كده؟ اتفضل يا فندم. اهلا بيك. يعني الموضوع اخطر مما تتخيلي حضرتك. ثم جاءت صفحات اخرى بتروج بتقول احنا مستعدين لتروج البيت المستعار كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الحال نظير اجر، وكمان فعلا هي مستعده لقبول طلبات التوظيف لهذا البيت المستعار عشان تبقى شركه للتحليل. طبعا هذه الصفحات تمثل جرائم خطيره جدا، منها جرائم منصوص عليها بالماده 27 من قانون الانترنت الجديد، والعقوبه فيه تصل الى 5 سنوات وغرق 300,000 جنيه، لكن العقوبه الاخطر والاكثر يعني والاكثر قسوه في عقوبتها هي جريمه الاتجار بالبشر. قانون الاتجار بالبشر هذه الصفحات وهذا الموضوع واثارته هو يعد تجاره بالبشر ونوع من انواع الدعاره الرجالي بشكل اخر. يعني هذا العقد يا فندم يتحط، انا اسفه بس عشان الجمهور يبقى متابع معانا، هذا العقد يعتبر نوع من انواع التجاره بالبشر، العقد اللي هو راجل يوافق ان هو بفلوس يروح يعمل دور محلل، وطبعا احنا عرفنا راي الشرع في الموضوع ده. ده جريمه يا فندم الى المؤبد. تصل العقوبة إلى المؤبد في الإتجار في البشر ببعض الشروط، فإحنا بنحذر الناس. أيوة. وأنا عايز الجهات الأمنية تلاحظ مثل هذه الصفحات من خلال برنامجك ومنبرك العظيم هذا، وإن نحذر الناس إن هي مش لعبة، لأن في بعض الناس بتقول إن إحنا عايزين نكسب من مواقع التواصل الاجتماعي بأي شكل، هم عبيد للمال، ولكن عبيد المال هؤلاء لازم نعرفهم إن عقوبة هذا الفعل المجرم والمحرم شرعا
قد تصل الى المؤبد. مؤبد. فهو لذا ما هو واجب التنبيه. كل الشكر لحضرتك. وطول ما عندنا رجال قانون بيخافوا على المجتمع وعلى الاسره وتماسكها، وطول ما الازهر الشريف مناره ومنبر للحق والدعاه موجودين معانا، وده دورنا الاعلام ان احنا يعني نسلط الضوء على اي حاجه مغلوطه علشان الناس تاخد بالها منها ومحدش ينساق وراء هذه الدعاوى. شكرا لحضرتك كل الشكر. طبعا منطقه الاستاذ ايمن كل الشكر لحضرتك. طبعا نقطه الزواج والاستقرار والاسره والعقود الشرعيه والعقود القانونيه نقطه يعني ما ينفعش حد يجي جنبها، ما ينفعش نتكلم فيها كتير، ما ينفعش نتكلم دون سند، ما ينفعش نتكلم تماما من نفسنا او نفهم الفتوى من نفسنا. لازم نرجع لاصحاب العلم واصحاب القانون واصحاب الفتوى، والحمد لله هم متاحين وبيوضحوا لنا كل حاجه. ما ننساش ابدا ايات الذكر الحكيم، وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعلنا بينكم موده ورحمه. فاصل ونرجع لكم تاني.